بالنسبة لجهة الذهب القويرة، تعرف هذه السنة تطورا هاما على صعيد أعداد التلميذات والتلاميذ، حيث يتراوح عددهم بالنسبة للتعليم الابتدائي لحوالي 15,000 تلميذة وتلميذ، منهم حوالي 7,000 تلميذة. أما بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي فوصل العدد إلى 3,400 تلميذة وتلميذ، حوالي نصفهم من التلميذات، وهذا مهم، مؤشر هام جدا فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والاهتمام بتمدرس التلميذات. فيما يتعلق بمؤسسات التعليمية، هذه السنة لدينا مؤسسة واحدة مبرمجة وهي مؤسسة ابن منظور. أما بالنسبة للتطور، النوع الذي نعرفه هذه السنة هو إرساء قسم بكالوريا دولية خيار فرنسية، النيابة الإقليمية مع المفتشين ومع جمعيات أمهات وآباء التلاميذ، والاستعدادات كانت هامة جدا وتواكبها باستمرار السيدة المديرة. بالنسبة لالتحاقها بالجهة، تعلمون أن الجهة لكامل الأسف يرقصها أخصائيون على مستوى الطبي للمواكبة السمو، وبالتالي نعتقد إن شاء الله ستنتهي قريبا مرحلة النقاهة، والأطباء سيحددون متى ستلتحق فعليا السيدة مديرة الأكاديمية بمقر عملها. وأكيد على أن لا السيد الوالي، لا السادة رؤساء المجالس، لا رؤساء المصالح الخارجية، الكل يطمئن إليها ويرجو أن تلتحق عاجلا إن شاء الله. طبعا من أهم المستجدات لدى وزارة التربية الوطنية هو أولا يعني التركيز على المقاربة التشاركية، وتعلمون في السنة الماضية لقد تم أنجزت لقاءات تشاورية، الوزارة ماضية في هذا الاتجاه، وتوجيهات السيد معالي الوزير والسيد الكاتب العام أيضا واضحة بضرورة العمل التشاركي من أجل أولا نجاح الدخول التربوي، لأننا ننتظر أن يتم إنجاز مشروع متكامل يبعث نفسا جديدا وروحا جديدة في المنظومة التربوية، خاصة بتنسيق تام مع المجلس الأعلى للتعليم وللإشارة وبشر الإعلام المحلي والإلكتروني، خاصة بأن سوف تكون زيارة للمجلس الأعلى للتعليم في القريب العاجل إلى جهة الذهب القويرة ولأكاديمية جهة الذهب القويرة، وستكون إن شاء الله ضيوفا مرحبا بكم في هذا اللقاء إن شاء الله. لا صحة أبدا للتعالفات، على العكس، احنا في هذه الجهة ميزتها أننا نشتغل كفريق، وتلاحظون اليوم أكبر دليل بأن انسجام تام يوجد في الفرق، سواء على صعيد الأكاديمية وعلى صعيد النيابة والنيابتين، من أجل إنجاح هذه المحطة الأساسية، محطة الدخول التربوي، لأننا من خلال هذا المنبر أدعو الأمهات والآباء العائلات الذين تأخروا في تسجيل أبنائهم أن يسرعوا بذلك، لأن الدروس انطلقت رسميا اليوم 10 بالنسبة للتعليم الابتدائي، يوم 10 شتنبر 2014، وبالتالي فنحن كإدارة نشتغل وفق واحد النظام مسطر قانونا، والقانون الإداري يوضح مهام كل واحد منا، ولكن يبقى بأننا ننشغل بالهم ديال التلميذات والتلاميذ، وهذا ما يجعلنا ننكب كلنا من أجل نجاح هذه المحطات.